في ولايتنا في ظروف ممتازة وجد حسنة. يوم 12 كما هو مقرر لها يوم 12 عندنا عدد إجمالي المترشحين في ولايتنا 10963، نسجل منهم 4845 مترشح حر و 6148 متمدرس موزعين على 39 مركز. عندنا 23 مركز للمتمدرسين و 16 للأحرار. نشير أنه يوجد من بين المترشحين الأحرار 216 مترشح بمؤسسة إعادة التأهيل في بابار، وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لإجراء هذا الامتحان في ظروف عادية كبقية المترشحين. ولم نسجل لحد الآن والحمد لله أي إصابة بكوفيد 19. مع ذلك تم فرض بروتوكول صحي صارم في كل المراكز من باب الوقاية. بخصوص غيابات سجلنا نسبة ضعيفة جدا عند المتمدرسين، قدرت بنسبة 1%. أما الأحرار سجلنا 27% عند الأحرار، وهي نسبة عادية حيث أن عدد منهم طلبة وموظفين ممكن أن تسمح لهم ظروف من الحضور لأداء هذا الامتحان. سجلنا وبكل أسف 11 حالة غش، منها 3 متمدرسين و8 عند الأحرار، تم إقصائهم واتخاذ الإجراءات القانونية القضائية في حقهم. وبهذه المناسبة أحيي جميع مؤثري هذا الامتحان على الروح المهنية العالية لديهم وحرصهم على أدائهم مهمتهم على أكمل وجه، وحرصهم أيضا على تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص لدى كل المترشحين. وأحيي طبعا أبنائنا المترشحين المتمدرسين وإخواننا وموظفينا وكل المؤطرين على الانضباط والمواظبة والهدوء الذي تميزوا به خلال الامتحان الجاري. أتمنى النجاح والتوفيق لأبنائنا.